بداية حياتي كانت مثل أي طفلة، يعني حياة طبيعية، ما عندي أي مشكلة. بس يعني كنت أحب أجواء البيت، أجواء المدرسة، بس أنا ما أحب أكمل مدرسة، يعني أحب أروح، أحب يعني هاي اللفة بداية المدرسة، بس مو أنا مو زينة بالمدرسة. كملت الابتدائية ألف يا علي، وصلت ثاني متوسط، ثالث ما قدرت يعني أكمله فقعدت بالبيت. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع عدم حب المدرسة أو كره المدرسة أو الفوبيا من الدراسة، حقيقة هذا هم له أسباب. يعني الطفل في المراحل الأولى، المراحل العمرية الأولى اللي هو عمر ما قبل المدرسة وعمر المدرسة، هنالك يكون حقيقة يجب أن يكون هناك تعامل خاص مع هذا الطفل. يعني دائما هسه احنا نحث الأهل أنه الطفل قبل المدرسة بسنة مثلا خليه يروح للروضة، اللي راح للروضة يكسر هذا حاجز الخوف، يشوف مجتمع، يشوف أطفال يعني بعمره، هاي البيئة تكون مو غريبة عليه من يروح المدرسة فيما بعد. فبالتالي إذا ما كان رايح روضة مثلا ويدخل السنة الأولى للمدرسة يشوف هذا العالم الجديد الغريب اللي دخل البيئة عشرات أو مئات الطلاب وكلهم بنفس العمر ويصرخون ويبكون أو يتعاركون أو كذا، فصير عنده هذا الخوف، خصوصا الفتاة يعني يصير عنده خوف من الدراسة أو من المدرسة. هذا سبب. سبب آخر أنه تعامل المعلمين أو المعلمات مع طلاب الابتدائي وخصوصا المراحل الأولى، يعني هنالك هم أكيد هم كلهم يعني أهلهم وأخواتهم وأمهاتهم، لكن أكو بعض الحالات مثلا المعلم أو المعلمة يقسى على الطالب بهاي المرحلة أو يضرب الطالب أو يهين الطالب. هذا الطالب اللي بهاي المرحلة بعده ترف، بعده صغير، فتبقى هاي الحالة في باله، يبقى كاره للدراسة بصورة عامة، ما يكره هذا الدرس فقط أو الدرس كله، فبيتولد هاي الحالة عنده، حالة الخوف من الدراسة أو كره الدراسة، وتبدأ تنمو هاي الحالة إلى يعني يمكن بالكاد يخلص ابتدائية. وشفنا هاي الحالة موجودة بعوائلنا وببيوتنا وحتى عند أصدقائنا، فيقول ما يحب الدراسة من سنة الفلاني، من ضرب المعلم الفلاني بعد كره الدراسة وبعد ما يرجع. فهذا حب عدم حب الدراسة والتجنب الدراسة والخوف من الدراسة إلى أسباب، لكن مع الأسف لها أيضا نتائج. ظاهرة ترك الدراسة من الظواهر السلبية اللي تأثر على الشباب وعلى البنات، وأسباب ترك الدراسة مثلا أكو ظروف يعني عائلية خاصة ما سمحت إنه الشخص إنه يكمل دراسة، أو إنه هذا الشخص يعني عاش ببيئة ما تشجع على الدراسة، أو بسبب الحالة المادية العجز المادي. فأغلب الشباب يعني يتركون الدراسة يتجهون إلى العمل، بالتالي ترك الدراسة راح ينتج عنه فراغ عند البنية، فراغ أو تراكمات بسبب مشاكل عائلية أو ضغوط نفسية، أو إنه هاي العائلة من النوع اللي تكون متعصبة. فيكون هدف البنية الرئيسي والأساسي يعني من تفكيرها هو راح يكون الزواج، هدفها الأساسي والرئيسي بتفكيرها هو الزواج، وهذا الشيء جدا خطأ. ليش؟ لأنه هي راح تفكر من زاوية واحدة، راح تاخذ نظرة الزواج من زاوية واحدة اللي هي الجانب أن تتخلص من هذه المشاكل، أو راح يكون تفكيرها أنه الزواج هو مجرد عرس، بدلة، هلاهل، هاي السوالف. فهنا راح تكون يعني إلها أبعاد يعني مستقبلية، راح تؤدي إلى الانفصال يجوز. ليش؟ لأن هو هذا تفكيرها راح يعني أنا أشوفه يعني وجهة نظري تفكير سلبي. تشجيع على ترك الدراسة، هذا الموضوع اللي خطر حقيقة سواء للذكور أو للإناث، يعني خلينا نتكلم بصورة عامة. موضوع الدراسة حقيقة موضوع جداً خطر وموضوع جدا حساس وجدا يعني يهتم بحياة الفرد أو الشاب فيما بعد، يعني من يرجع يصير عمره أكثر من 20 سنة ويتندم بعد ما يفيده الندم، يا دوب لو يلحق يرجع يكمل لو ما يلحق. فبالتالي اليوم التعلم الأم أو ثقافة الأم، حتى تكون الأم غير متعلمة لكنها مثقفة تعرف أنه الدراسة شيء مهم بحياة البنت أو بحياة الولد، فبالتالي من تعرض بنتها او ابنها عليها انه حتى تلغي الدراسه لا توقف هنا، تخلي جوا هذا الموضوع خطين 10 خطوط انه لازم تبدا تناقشها بهذا الموضوع، انه الدراسه في الشيء جدا مهم، حتى لو كان يعني بغض النظر انه حتى توظف او حتى تعين او غير شيء، لكن هو بناء شخصيته، تكامل شخصيه الشاب او الشابه انه يكمل دراسته،
المتوسطة والإعدادية وبعدين الأكاديمية. هذه المراحل لازم يمر بها الشاب لحد يتكمل شخصيته، تتكامل تفكيره، تتكامل ثقافته. فبالتالي أيضا هذا من الأشياء الجدا حذرة والخطرة واللي نحث أمهاتنا من خلالكم وحبيباتنا أنه أبدا لا يشجعون طفل على ترك الدراسة لأي سبب كان. أبويا موظف وأمي ربت بيت، وكان دائما يعني إحنا وضعنا أفضل من غيرنا، أفضل من أقاربنا. فكنت أتمنى إنه أني أتزوج موظف، بحيث تأخرت يعني هواي يجون يتقدمون الأقارب جيران، يعني إذا مو موظف ما أقبل، أني أريد موظف. فكنت هاي أمنيتي، لأن أني أشوفه مثل بابا، يقول يعني هو راح يكون موظف مثله. وشفت بابا شلون مهتم بينا، قدر بعدين ياخذ له قرض، قدرنا نرمم البيت، قدرنا هواي اشياء نسويها لان فاتنا بالوظيفه مالته. انا ما حاولت انه اشتغل او اي شيء، بس قاعده بالبيت، بس هم ما حارميني من شيء ووضعي طبيعي، ماكو اي مشكله. بس الاغلب عرفوا انه انا اريد موظف يعني قابلة بهذا الشيء. فصرت على 20 سنة، وصراحة بالنسبة للبنات القاعدات بالبيت 20 سنة هواية، لأنه دائما هن أصغر من هيك شيء يتزوجن، فكان كل همهم أنا شو وقت أتزوج. أكو مثلا بنات بعمر 20 سنة هم عندهم إدراك ووعي، عندهم يعني معرفة ودراية عن إنه الزواج ومسؤوليات. أكو العكس، هاي طبعا تتبع طبيعة الأهل، الأهل إنه يعلموها من الصغر إن شلون تكون مسؤولة، شلون تكون مستقبلا أم، شلون تكون واعية مثقفة. هذا الشيء رح يأثر إيجابيا عليها، العكس هو الصحيح. إذا كانت تاركة للدراسة هي لا دراسة منها، لا عمل، قاعدة بالبيت، فبالتالي إذن هي تنتظر، تنتظر فقط النصيب الملائم اللي يجيها. وبالحقيقة العمر، عمر الزواج اللي نقول إنه فات 20 سنة، يعني بعد يا دوب عبرت مرحلة المراهقة ودخلت مرحلة الشباب أو البلوغ. فبالتالي حقيقة التفكير بهذه الطريقة تفكير جدا سلبي ولا يؤدي إلى نتائج طيبة، وبالتالي يكون أكثر النتائج وخيمة على الشاب أو الشابة، أو خصوصا البنت عفوا، إذا فكرت أنه عمرها 20 سنة وأنه وقت القطار الزواج فاتها. طبعا هذا جدا غير صحيح، وإنما هو الحياة بدت الآن، الحياة تفتح أبوابها أمامها، الخيارات تكون أكثر، يكون تقبلها أو فهمها. إذا موضوع الزواج وما هو الزواج يكون الآن بدأ. حقيقة اليوم الكثير عندنا من بناتنا وشبابنا الله يحفظهم، حقيقة ما يعرف ما هو الزواج، مفهوم الزواج الحقيقة ما يعرفه شنو. ليس فقط ارتباط بين شاب وشابة وخلص الموضوع، صارت ليلة زواج وانتهى، وبعد سنة سنتين يبدون يخلفون أطفال. لا، هاي مؤسسة جدا عظيمة وذكرت في الكتب السماوية والشرائع السماوية جميعها، وخصوصا القرآن كان جدا يعني يشدد على هاي الظاهرة، وأنزل الآيات القرآنية بيها وجعلها من أنفسكم، يعني هاي النفس البشرية لتكامل النوع، لتكاثر النوع، جعل هذه الحالة حالة الزواج، لكن بالتالي هي انسجام بين الروحين. هذا الانسجام وهذا التوافق الفكري والاجتماعي والروحي هو اللي ينتج هاي المؤسسة اللي تكون اللبنة الأساسية في بناء أي مجتمع صالح. أنا ضد ظاهرة أو فكرة تحديد العمر بالزواج. ليش؟ أغلب هسه حالات الطلاق اللي قاعدة تصير بسبب سن الزواج المبكر. ليش؟ لأن هي رح تكون مو واعية، مو داركة مسؤوليات الزواج، مسؤولية الأطفال. الزوجة في سبيل أنه ترضي رغبات المجتمع ورغبات أهلها، انه انت كبرتي بعد خلاص لا تتزوجين، فاتك القطار، بعد ما حد يفكر بك. راح يكون هدفها الاساسي والرئيسي انه هي بس مجرد تتزوج دا تخلص من هاي الفكره. فتعرفين من تصير مناسبه حتى لو فاتحه، اني اروح اول الناس اني وامي، واروح مهتمة بنفسي حتى يشوفوني يعني اللي حاضرين. فواحد من المناسبات رحت بعرس وصدق شافوني، لان هي بهاي الطريقه، لان اني مو من النوع اللي أحب أو أتعرف على أحد، ما أحب هاي الأشياء، أشوفها مو صحيحة مو ناجحة. رحت وياها وصدق بعدين الناس سألينها منو بتمن بعدين. فالحلو إنه طلع هو موظف، بس هو أكبر بالعمر، يعني أكبر مني تقريبا 13 سنة هيك شيء. هاني كل هدفي انه يكون موظف، ما فكرت بالعمر، ما فكرت بوضع ليش تاخر بالزواج، ما سالت على هاي الشيء راسا، قلت له ماني موافقه. ابوي قال لا اوكفي، خلي اسال عليه بوظيفته، اسال عليه يعني
مكانه، اسال عليه منطقته براحتك، بس انا مبدئيا انا موافقه لانه موظف. التاثر بالوالد او القدوه هذا شيء حسن لابد انه، يعني اذا كان الاب يهتم والاب يعني يحترم الوالده ويلبي حاجات الابناء، بالتالي البنت تشارك حياتها مثل والدها، هذا شيء لا باس به. لكن معايير الزواج تختلف عن هذا. يعني الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام عندما يقول من جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إذن هنالك معايير للزواج، الأخلاق والدين. إذا كان الشاب ذو خلق ودين فإذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يهنها. فبالتالي هاي المعايير حقيقة تكون إحنا يعني عوائلنا، كل عوائلنا وكل الآباء، سواء هذا يختار لابنه زوجه أو يختار لبنته زوج، يكون هذه المعايير أمام عينه. يعني الأخلاق، الأخلاق فهذا يعني بعد صاحب أخلاق، صاحب خلق. وإذا كان صاحب دين، هذا صاحب الدين يعني خايف الله، الخايف الله لا تخاف منه. فبالتالي اليوم حقيقة معيار المادة أو معيار الوظيفة أو معيار الوضع اللي كانت فيه حالة هذه الفتاة، كان اختيارها كان خاطئ، وكان المعايير اللي وضعتها للزواج خاطئة، ومع الأسف كان هناك تشجيع من الأهل. والله سأل عليه، يعني تعرفين المسئلين يعني على الواحد ما حد يقول تفاصيل، بس يقولون بصورة عامة هو زين وخوش ولد وماكو أي مشكلة. ظلوا يجونا للبيت، فأمي قالت لهم ليش هو يتأخر، يعني هو هم تقريبا يعني 34 33 سنة، ليش لهسه تأخر؟ قالوا يعني ما شاف له وحدة زينة. قلت لهم زين ليش ما شاف وين الموظفات اللي وياه؟ قال يعني الموظفات ما عاجبه بالبداية، يريد وحدة تساعد أمه بالبيت، وهاي هم عائلة صغيرة، وإحنا أماتين عائلة صغيرة ما عندنا أحد، أنا عندي إخوان وبس أني يعني بنية. فهم قال يعني شيء شلون متراهم ويانا؟ إحنا الأجيال السابقة تختلف عن الأجيال الحالية. مو عيب ولا غلط انه نقتدي باهلنا من نشوفهم ناجحين. انا يوم من اشوف والدي هو ناجح وواصل المستوى احب اقلده، احب اكون مثله، احب اكون احسن منه، اطمح. بس لما اني اجي اكون اني ما مخلصه دراسه وافكر بطريقه يعني اكبر، يعني تختلف. انا قلت لك شرط الزواج انه يكون اكو توافق فكري وتوافق من ناحيه الثقافه. اني اليوم تاركه الدراسه لأسباب معينة، أو أنا ما أحب الدراسة، أجي أكون أفكر بشخص أنه واصل بالدراسة أو شخص موظف، وخليت شرط أساسي ببالي أنه يكون ضمن هذا المستوى، هذا راح ينتج عنه زواج فاشل. ليش؟ لأن الموظف اليوم من يجي يأخذ يعني زوجة أنه ما يفكر بنفس المستوى، أنه هو يريدها موظفة أو يريدها بنفس الفكر أو الثقافة، لا يريدها رضاء الأهل. فهنا أنا راح تنتج عنا أيضا زواج فاشل. أنا اليوم أجيت خليت فكرة أنه لازم أخذ موظف، هو خلى فكرة أنه أخذها لخاطر أهلي، هنا راح ينتج عنا زواج فاشل. ليش؟ لأن أكو تحديد معيار، حاطين معيار خاص لكل واحد بعقله، ينتج عنا بالأخير زواج فاشل. مجتمعنا يمتاز بصفات معينة. من هذه الصفات عندما يسأل أي أحد بالمنطقة اللي هو عنده بنت وتقدموا لها مجموعة من يعني عائلة تقدمت لهذه الفتاة، فهو يروح يسأل بالمنطقة، يسأل من بالمنطقة، يعني المنطقة شو معرفها بهذا الشاب، يعرفون الأشياء السطحية عنه. يعني أكيد أكيد يعني 99.9% من اللي يسألون راح يقول لهم زين، زين وخوش عائلة وخوش ناس، زين وفعلا هو هذا اللي يعرفوه عنهم. يعني أتخطر الحادثة اللي ذكرت لك إياها في منطقتنا، يعني شاب عنده أسواق، فهم أجوا ناس سألوا على 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 فد عائلة معينة، يعني إنه خطوة وبتهم ودي يسألون على هذا الشاب، فكان جواب الشاب صاحب الأسواق يعني ما أعرف يعني هو كان بذكاء منه أو عفوي، قال ذول يعني اللي دي يخطبون قال لهم يعني لو خطبوا أختي ما أعطيهم إياه، لو هذا الشاب يخطب أختي ما أعطيه إياه. ففهموا أنه الموضوع أنه هذا غير صالح للزواج وكذا، فرفضوا أنه يعطون الفتاة. وعندما سألهم عن السبب قالوا أنه صاحب الأسواق هو من قال ذلك، وبدت بعد ذلك المشاكل بين الأسواق وبين هذه العائلة، وبالكاد يا الله فضت على خير. فبالتالي الناس تتجنب المشاكل إنه، لكن السؤال يسر بهذه الطريقة. يعني هاي أيضا رسالة من خلالكم نوصلها للآباء وللأمهات وللعوائل اللي يريدون يخطبون فتاة أو تنخطب بنتهم، إنه يسألون المقربين. يعني أما إذا هو كان عنده محيط عمل يسأل اللي بالعمل،
إذا بعائلة يسأل صديق مقرب، يسأل ابن عائلته. لابد أن التمحيص في هذا الموضوع، يعني بين قوسين نخلة نخل، يعني لازم يعرف عنا كل شيء، وأنه ما يسأل بالمنطقة شلون هذول الناس زينين فيما لا، هذا ما يكفي. ووقعت هواي ناس بمطبات من هذا النوع، وحتى يمكن هذا صاحبة القصة أيضا أكيد سألوا بالمنطقة وقالوا عليهم زين، فبالتالي الناس ما تعرف كل شيء، هاي التفاصيل وهذه الحيثيات يمكن تبين بالعشرة، لكن يعني من أقارب من كذا ممكن أنه يأخذ معلومات وافية أكثر عن هذا الشاب، لأنه حيرتبط بيتهم، يعني ارتباط عمر، هذا مو مثلا فد حاجة تشتريها، سيارة تشتريها إذا ما عجبتك تبدلها، أو بيت إذا ما عجبك تشتري غيره، هذا زواج، هذا ارتباط، يعني هذا قلب يعني راح ينكسر، فبالتالي الموضوع أكبر مما احنا نتصور. وشفت الولد ظل يجي أكثر من مرة، أهلي موجودين، ما حكيت ويا أني، وافقنا اتفقوا على المهار، ويعني إحنا ما خلينا 15 يعني مؤخر، وهذا شو تريدون تجيبون تجيبوا، ما نشرط، لأن هو أصلاً وين المصاريف وهاي راح هي يعني راح تصير في المبلغ يعني، وما ردنا نضيق عليهم بالحاضر، بس يعني الغايب صار 15. تزوجنا، الحياة بالبداية طبيعية، أنا عاملة الصراحة يعني معاملة زينة، ما عندي شيء، وما عندي يعني مثل أمي، الأم شلون تعامل أبوي، تقعد من الصبح تسوي له ريوق، أنا متلفة لهاي الحياة، إنه هاي الحياة أنا هماتين ظليت أعيشها، بس أشوفه هو يعني شلون اهتمامه قليل، قلت يمكن لأنه بعد ما عندنا أطفال وهاي بداية الزواج، ظليت اهتم بأمه بالبيت، كلش حبوني هم، هو مو ذاك الاهتمام، قد ما أحاول وياه، قد ما أريد أسمع منه كلمة حلوة مرات، يحكي بس ما أحسها من قلبه، يعني أحس أكو فد شي، ما ظليت أدقق أنا عليه ولا أبد، يعني قلت عادي طبيعي، يجوز هو ما حابني مع الوقت يهني، راح. فترة فاتت يعني 6 أشهر أكثر، هو نفس الشيء، عدت أول سنة وما صار عندنا أطفال، فأنا قلت خلي أبدي أراجع، هو ما قبل، قال لا خليها على الله، ليش تروحين وهذه على اليمن. خلال هاي الفترة أنا كنت ما أعرف شون أريد أغير من يمه، أريد يحبني أكثر، يبادلني أكثر، وبنفس الوقت أريد أطفال، يعني ظليت حايرة بهذا الشيء، فمشوشة ما أعرف أي شيء، صرت عصبية يعني بالأشياء، عصبية على نفسي، مرات أكتم ما طلع هي على أمها، هي أمها إنسانة يعني كلش أني أحبها وأحترمها، وليها هسه حتى بعد ما انفصلنا. عندما يقول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته، حقيقة هي كلمة ومن آياته تحتاج بحوث، تحتاج دراسات، يعني من آياته شنو آيات الله؟ آيات الله الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والمسخرات بإذنه، وهذه الآيات العظيمة جعل منها الزواج، جعل منها الزواج، لأن الزواج في شيء جدا عظيم، أنت اليوم راح تعيش مع شخص ما شايفه قبل أو ما معاشه قبل، وتشارك الأكل وتشارك الفراش وتخلف من عنده أطفاله، فشيء جدا عظيم، وتستمر هذه الحياة وتتحمل على مساوئ أو يتحملك على مساوئك، وتعيشون الحياة بحلوها ومرها، هذا شيء جدا عظيم، هاي آية من آيات الله الزواج الناجح. زين، خلق لكم من أنفسكم، يعني هذا النفس البشرية راح يصيرون يعني شلون نقول نفس واحد بجسدين، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما جاب طار الحب والمحبة والقبل الزواج وعاش قصة حب والزواج، هذا الكلام مو صحيح، وبدأت نتاجة تتظهر على الأرض الواقع. جعل بينكم مودة ورحمة، يعني الرحمة احنا كلها نعرفها، الرحمة أنه العطف والتسامح وهاي، لكن المودة في شيء جدا عظيم، المودة اللي هي الاهتمام، اللي هي الاحترام، اللي هي تبادل الأفكار، اللي هي تحمل الشريك محمل حسن، انه تتحمله في حالاته، ممكن حالات تكون يعني حالات مرضيه معينه، حاله المراه تمر بحالات يعني بايام بشهر معينه، حاله الحمل والنفاس والرضاعه، هاي الحالات اللي ما يتحملها الجبال تتحملها المراه، فبالتالي هاي المحبه وهذه الموده وهذا الاحترام ما يجي من فراغ، يجب ان يكون هذا الاحساس وهذا التعامل متبادل، يعني انا ما طالب الشريك انه يكون طالب الرجل انه يحبها ويحترمها، لكن بالمقابل هو يلقى الجفاف ويلقى البرود ويلقى، لا، لازم يكون هو شراكه، الزواج شراكه بين اثنين، لابد بنجاح هذه الشراكه ان يتبادلون هذه المشاعر وهذا الاهتمام وهذا الاحترام، بالتالي هو الموده راح تنتج الحب
راح تنتج التفاهم، راح تيسر عليهم مصاعب الحياة. الحياة مو سهلة مثل ما البعض يتصور. هو الشغلة الوحيدة اللي كان مانعني منها هو تليفونه، يعني تليفونه أنا الباسورد ما أعرفه وتليفوني يعرف الباسورد مالته. من سألت ليش يقول لا هو شغل، يعني أشياء أنت ما تفهميها شغل، يعني شو تريدين تعرفين عني؟ فقلت له أوكي أعطيك الثقة الكاملة، بس الإشعارات تنقري. أو أكثر من مرة أقرأ هيجي يعني عادي أسماء ولد مثل فلان بيج مكان، فلان مثل هيج مكان. شفت مرة اسم ولد بس هي صورة بنية وحلوة، وبنية طبيعية يعني. أنا تخبلت فأخذت لها صورة للإشعار وسكتت، قلت يعني حتى أحفظ الاسم مالته، وقلت من إذا هو مو موجود أو هو بالحمام نايم إذا اتصلت حتى أنا أجاوب وأتأكد. هو يعني ما أقدر أقول لك إنه هذا الشيء صح، ما أقدر أقول لك إنه هذا الشيء غلط، هو صح وغلط. يعني من حق أي زوجة إنه تزرع الثقة يعني بزوجها، لازم تزرع، هذا يعني الشيء معروف، كل زوجة لازم تزرع الثقة بزوجها، وكل زوج لازم يزرع الثقة بزوجته. لأنه أي زواج ناتج عن الشك أو الغيرة المفرطة راح بالتالي يوصل إلى مرحلة الطلاق اللي إحنا نحكي عنها. فأني أشوف يعني أنه من حق المرأة أن تعرف شنو عنده وشنو ما عنده، لأنه ما يصير أنه الزوجة يعني ما تدري شكو شو ده يصير من وراها. وهذا الشيء يعني أأيده وما أأيده، أأيده أنه لازم تعرف المرأة شنو اللي قاعد يصير ويا زوجها، وما أيضا أنه هو بالتالي وبالنهاية راح ينتج عنا مشاكل وتفريق ويعني أذية حصير. حقيقة هو مو ذكاء بقدر ما هو شك، بقدر ما هو عدم ثقة، بقدر ما هو عدم وجود محبة ومودة واحترام بيناتهم. هي من دفعها تتفتش بموبايل زوجها؟ كثير من بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وأنا منهم، مستحيل يعني أفتش ولا موبايل زوجي، مستحيل يعني، هاي المستحيل مستحيلات، لأنه الثقة موجودة وأعرف كل زين يعني. فبالتالي اليوم عدم الثقة هاي اللي موجودة، وبعدين بين قوسين يعني 90% أو أكثر من 90 لا يمكن أكثر من مشاكل الزواج، المشاكل الطلاق والزواج الغير ناجح وفشل الزواجات هو السوشيال ميديا والإنترنت والموبايلات والتفتيش بعد الموبايل. فبالتالي اليوم يعني هو كان سبب أنه كشفت أنه عنده علاقات، وثانيا حقيقة وقعها بمطب هذا التفتيش وهذا الشك اللي هو أساسا هو كان موجود بسبب عدم اهتمامه بزوجته. وصدق هاي فكرتي، فاتصلت مرة من المرات وفتحت هذه وكاتب عليه اسم ولد، طلعت بنية ما جاوبتها، بس هي يعني تحكي بطريقة حلوة، وينك ما تجاوبني ما أعرف شنو، كلمات حلوة، ظهر هاي علاقة. فأني يعني قلت أوكي خلي أنتظر بعد، خلي يصير عندي دليل بعد أكثر. عادي الحياة طبيعية، وبس أني على أعصابي، هو ما يفرق إذا أني يعني شلون تغيرت أو لا، لأنه يعاملني طبيعية وقدامي ماكو شيء، بس هو يطلع هواية ويجي. فهو كان أساساً الشك موجود من البداية عندما لم تجد ذلك الاهتمام بيها، وكان تصور أنه بعدم وجود أطفال، لكن هو مو هذا السبب، هو أساساً ما كان مهتم بيها، أساساً هو جايب السبب معين. شوف هذا الزواج الفاشل يعني هو اختار هالسبب معين، أنه إنها هي غير دارسة وقاعدة بالبيت فتجي تساعد أمه، هي اختارتها لأنه هو موظف وعنده راتب. فبالتالي انصدمت أنه هو مو بس هي بحياته، عنده علاقات أخرى واكتشفتها بالصدفة أو بذكاء أو بشيك. فبالتالي أدت هذا إلى تفشيل هذه المؤسسة، فشل هذا الزواج، وأدى إلى أنه الانفصال والطلاق. خيانة الزوجية هو هدم للأسرة، الأسرة بأكملها، يعني مو أنا أشوفها خيانة هي للزوجة فقط، أسرة كاملة بيت كامل راح ينهدم بهاي الخيانة. وأخصص لك بالذات الخيانة الإلكترونية، يعني إحنا عندنا هسه أغلب الحالات الخيانة الزوجية والتفريق القضائي اللي قاعد يصير بالمحاكم هو بسبب الخيانات الإلكترونية أكثر من الواقع. يعني شنو السبب؟ السبب أنه سوء استخدام التليفون يؤدي إلى أنه الشخص يفكر أنه يخون مرته مراسلات، يعني أكو بهم يعتبروها نزوة أنه أنا أراسل شخص وأتكلم وياه، بس المرأة تنظر لها غير نظرة، تعتبرها خيانة. وبعدين حالات الطلاق اللي قاعدة تصير بالمحكمة لأنه هو المشرع العراقي أباح للزوج أو الزوجة طلب التفريق القضائي في حال ثبتت الخيانة الزوجية.
مرة ثانية هم صارت انه هي اتصلت، فاني سويت رأسا شغلت تسجيل بتليفوني وفتحت سبيكر وهي ظلت تحكي وش اسمه، واني سجلت صوتها. هو المفروض انا اصور فيديو بوقتها بس ما صورت، يعني ما هي على السرعه ببالي انه انا كله انه الصوت، بس انا ماخذه صوره للاشعار. فواجهته قلت له انت يعني تعرف بنات هاي نكار وحلف وما خلى اي امام ولا هاي ما حلف بيهم، وليش هيك تفكرين؟ ما ادري بيش تتلين اطفال، عادي روحي راجعي. قلت له لا انا عندي الدليل، وشوفته سمعته. بعد هو شو يريد يسوي؟ من شافه قال لي صح صح اني هاي موظفه وياي ومن زمان قبل لا اتزوج وعلاقتنا يعني طبيعيه يعني. وقال لي اياها بطريقه يعني برود، ما خايف مني. النفس البشريه، شوف النفس البشريه يعني صعب، يعني صعب واحد يفسرها او صعب واحد يوصل للمقررات، وهو هذا يعني اسباب. يعني السبب الاول ليش انا قلت لك اذا جاءكم من ترضون خلقه هو دينه فزوجوه، اللي عنده دين هسه الخلق هو كلش ضروري، لكن اللي عنده دين وخايف رب العالمين اكيد راح يخاف الله بزوجته. وحتى بنات الناس يعني هذول العلاقات الاخرى اكيد هم لهم ناس ولهم هو لهم لهم اهل ولهم كذا، فبالتالي هذا اللي تعدد العلاقات حقيقه والعلاقات الغير شرعيه والمحرمه اكيد النتائج تكون سلبيه. وبعدين هو غير قنوع الظاهر، هو من كلام التسجيل الظاهر هو غير قنوع لانه ما مكتف زوجته اصلا، ما مهتم بيها ولا يعير لها اي اهتمام، وعده اكثر من وحده حتى بالدوام يعني بنفس مكان العمل عده اثنين وخارجها يعني ايش قد ما نعرف. فبالتالي اكيد هذه كل هالاسباب اجتمعت ادت الى هذا الاوت كام اللي هي النتيجه بالتالي الانفصال مع الاسف. انا قبل فتره راسلتني بنيه، طبعا هي قاعده بالمنصور وحالتهم الماديه جدا جيده ووضعيتهم استقرارهم يعني بحياتهم كلش طبيعي، وكان زوجها موفر لها كل شيء وما مقصر وياها اي شيء حسب اللي ذكرت لي يعني. بس هي خانت زوجها ليش؟ تقول انا ما شايفه منه اهتمام، ما شايفه منه حب، ما شايفه منه يعني كلام حلو وهاي السوالف يعني متاثرين بيها. فاني خنته بعد فتره انه هو يعني خيانه صارت زوجيه واقعيه مو فقط بالتليفون. بعد فتره هو اكتشف انه هي دتخونه، فخابرتني او راسلتني ودزت لي مراسلات وصور انه هي دزتها لهذا الشخص. اي فتقول شنو الحل؟ انا شنو اللي اسوي؟ انا زوجي هسه تركني هم اهلي وقال لي راح ارفع عليه دعوه مال خيانه زوجيه ويريد يفضحني، واهلي هسه ما يدرون وانا صايره بين نارين، شلون راح اواجه اهلي؟ او هو اذا دخل على فجاه لاهلي وقال لهم بدكم خاينتكم وهذا الدليل، يعني خاينه وهذا الدليل، شنو انا اسوي؟ وضعيتها كانت كلش تعبانة والخوف اللي عندها يعني فظيع. أنا الصراحة من شفت هاي المراسلات وشفت الصور اللي دازتها لهذا الشخص، مواعيد لقاءاتهم برمضان همي أنا كانت المواعيد مالتهم، يعني أنا من يمي ما أعرف شنو اللي صار بيه. تخيلي يعني أنا ردت فعلي كان ما جاوبتها قبل حضارتها، يعني شفت هاي المرأة تستحق اللي يصير بيها وأكثر. أنا أشوف معيار الاهتمام يعني الزوج بالزوجة يعني مو إلا كلام وغزل وحب وهاي السوالف، اهتمام الزوج بالزوجة يعني إنه هو يوفر لهم حياة كريمة، إنه هو محترمها، إنه معيشها معززة مكرمة. يعني أنا أشوف الحب بالأفعال أكثر من الأقوال، بس تأثير يعني النساء يعني أكثر بالسوشيال ميديا هسه هو اللي يخلي لهم يوصلوا هاي المرحلة. يعني عندك اليوم الزوج يجي تعبان من شغله، اكو ازواج يشتغلون يعني شفتين او يشتغلون شغلتين الصبح والعصر في سبيل انه يوفر حياه كريمه لعائلته وزوجته، وهي تجي بالتالي ما عندها شيء او عندها فراغ تقعد تتابع السوشيال ميديا المسلسلات التركيه المقاطع الرومانسيه. مو هو هذا الشخص اللي دا يسوي هاي المقاطع والمسلسلات، هو هذا عمله، هو دا ياخذ من عنده يعني شو اسمه اجوره وعايش على هذا الموضوع، وتلقيه هو حياته الحقيقية هو ما مستقرة، تلقيه هو منفصل، تلقيه يعني حياته مهدومة. زيش أنا أجي تجي هي بالتالي تقارن بين زوجها وبين هذا الشخص اللي قاعد يمثل، وبالتالي ينتج عنها مشاكل وبعدين تصير وراها يا أما خيانات يا أما انفصال.
انه هي تحبني بس اني شو اسوي لها، يعني اني تزوجت وهاي لو اريد كان تزوجتها قبلك، يعني هيك يقول لي، وموظفه وياه بالدوام وانا اقعد من الصبح اسوي له ريوق يروح يتريق مره ثانيه يمها وحياه طبيعيه. زين انا شو اسوي؟ رحت لام وقلت لها، قالت يلا ما يخالف هسه صار عندك اطفال وتلتهين عبريها وهو يقول لك ما يريد منها شيء. قلت له ممكن اسوي كل شيء. فظليت اني يعني اريد اوصل يعني اكثر، اريد اعرف هو يعني هو ضايفني على الفيس بس ما يهتم بهاي الاشياء. فظليت اضيف من اصدقاء موظفين وياه لانه يعلقون ومشاركات سوها، فظليت اضيفهم وظليت اسولف وياهم واحكي وياهم واسالهم طريقه غير مباشره، وانه انا موظفه سويت نفسي بالمكان نفسه بس ما يعرفوني منه. فصار الفضول علي من كل اللي ضفتهم ولد وبنات، فحكوا لي اثار طلعت هي مو بس وحده، وحده ثانيه اثنين يحبوه، وهذول الاثنين يغارون وحده من الثانيه وهو مرتاح، مو وحده اثنين، وما همهم انه هو متزوج، يعني انه هو واعدهن اثنيناتهن بالزواج وهذن بيناتهن غيره وملاحم صايره وما مهتمات انه انا متزوج. عرفت القصه اني كلها، فاللي سويته اني انه يعني قلت اني ما اريد استمر وياه لانه هاي مو بس خيانه، هاي يعني هيك قباحه، يعني هيك مواجهه يحكيها عادي طبيعي. فرحت له للدوام رحت له للدوام وواجهته وهناك فضحته وطلعت رحت لأهلي نفس اليوم، قلت لهم ايش صار وياي. ابوي تفاجئ، قال انا سألت عليه بدائرته واحنا من النوع اللي ناخذ حقنا. فرأسا بابا اخذ سيارة كبيرة واخذنا كل غراضنا، ما قدروا يحكون وراك ولا كلمة، يعني كل غراضي حتى اكو غراض له انا اخذت لانه انا جايبتهن، وهذه اخذت كل غراضي. وبعدين رفعت عليه القضيه يعني انه انا وهاي اثباتات عندي. وهذه المشاكل دائما اللي تصير بين الازواج افضلها تكون بين الازواج، واذا كانت يعني مشاكل كبيره يتدخل بيها الاطراف، يعني اطراف الاهل يعني الزوج او الزوجه، يعني من اجل الاصلاح، من اجل يعني انه يلمون الموضوع مو من أجل الفضائح. فموضوع أنه هي راحت الشغلة وفضحتها وهذا الشيء أنا أشوفه جدا غلط، بالعكس هو راح يأثر على سمعة أهله ويأثر على سمعتها هي، لأنه هي يجوز يأخذون عليها نظرة أنه هي يعني صلفة مثل ما نقول، جتي وتعدت بشغلة وسوت كذا أمور، هذا الشيء أنا أشوفه غلط. يعني هي لكل فعل ردة فعل، بس انا يعني ما متوقع انه راحت للعمل وشهرت بي وفضحته، وهذا مرفوض. انتم عندكم شغلات خاصه تحلوها بيتكم، تحلوها بالعائله، تحلوا هذا تروح للعمل وتشهر بي وتفضحه. هو كان بيوم من الايام زوجه، سواء كان جيد او سيء بعد هو صار واقع حال، فبالتالي من اكتشفت عنده هذا الامر هو يعني مو ما يوصل درجه الخيانه، بس يعني يمكن مراسلات او مكالمات او غيرها، ممكن انه تبلغ اهلها، تبلغ محامي، تبلغ كذا، تاخذ حقها، وهي فعلا ما اخذتها يعني. لكن انا ضد موضوع انه اللي هو تشرك الاخرين في مشاكل البيت، يعني حتى الجوارين حتى الاهل ما احكي لهم هاي التفاصيل الممله، خلص بعد وصلت للقناعه انه بعد ما تكمل وياه خلص تتفق وياه انه انا اكتشفت فيك فلان شيء وفلان شيء، اما ننفصل او اروح ابلغ اهلي وابلغ المحامين، اكيد هو راح يرضخ. وبعدين هو رضخ بالنهايه، كان ممكن تكون اخف هاي الموضوع. احنا عندنا الماده 57 من قانون الاحوال الشخصيه، يعني جاءت منصفه ويا المراه، بحيث اني هسه دا اشوف اغلب الحالات اللي دا تجيني انه الزوجه يعني تستغل هاي الماده هاي الفقره انه شلون تستغلها مرات تنتقل من الزوجه. اي من الانتقام. بس تقولي شوفي المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية جاءت منصفة جدا ويا المرأة، فدائما تشوفين المرأة يعني أكثر نسائنا هسه حتى اللي ما متعلمة تعرف هاي المادة، تعرف إنه هي شقد منصفة وياها، دائما تستغل هاي المادة حتى تحارب الزوج، حتى تستغلها مثلا ورقة الضغط عليه هو إنه يلبي رغباته، إنه يسوي اللي تريده أو توضع له شروط إنه لازم يوافق عليها. فتستغل هذه المادة، نص المادة 57 القانون العراقي اللي أطتها كل حقوقها. طيب
ورأيك باللي سويته اختصار للدعوة؟ اختصار للدعوة الأثاث أنا أشوف صحيح، يعني هي أول وتالي هو الأثاث إلها، هو هذا حق من حقوقها اللي إحنا نسميه المهر المعجل. فمن أخذتها اختصرت الموضوع، يعني شغلة محاكم وجرجرة وهاي السؤال، فأنا أشوفها صحيح. أخذت حتى متعلقات الزوج، ذكري لي الحادث. هذا الشيء يعني كلش غلط، هواي يعني تجينا حالات بالمحكمة إنه تأخذ الأشياء اللي خاصة به هو، يعني شوفها يعني كانتقام، أو ما يسموها خباثة هم يقولون، تأخذ مستمسكات، تأخذ جواز سفرة، تأخذ يعني حتى ملابسة، أكو حالات يعني دا أشوفها قدام حتى ملابسة تأخذها. زي أنت ليش تأخذين ملابس؟ هذا مو من حقك. قدامي حالة ذاك اليوم، يعني اثنين دا يفترقون، القاضية طلبت من عنده الهوية مالته حتى يثبت إنه هو المدعى عليه، قالها الهوية ما عندي، أنا موظف، وحتى هوية الوظيفة هي ما أخذتها. سألتها يعني القاضية وين مستمسكاتك؟ نكرت. بالتالي شنو الحل؟ قالت له الحل انه انت تروح تطلع بدل ضائع. هو البدايه راد ما يطلق، بعدين طلق من السيد، واحنا شرطنا عليه وصارت عشائر بيناتنا، قعدنا انه لازم اريد المؤخره ال 15 مليون يعطيني اياها نقدا، حتى لو ياخذ قرض شو اسوي؟ بروح اخليه يسوي العلاقه، انا اريدها نقدا، والا انه يعني تصير غير شيء، لانه هي تعفين عشيره، وحتى هو المحامي مالته ما قدر يسوي شيء، قال هو اذا عنده امكانيه خليه يدفع، بس هو صح حاول ويانا ودفعنا ال 15 كلها اخذناها. اغلب الحالات اللي قاعده تصير هسه قاعده تنحل عشائريا اكثر من ما بتنحل قانونيا. اكو ناس تقول، يعني اني اللي حاكيني هم اشخاص بنفسهم يقولون المحاكم انه تطول باجراءاتها. فاحنا ما نضل ننتظر المحكمه وننتظر قرار القاضي، لا، نروح نحلها عشائريا. عندهم يعني شغله الحلول العشائريه اسهل واسرع من الحلول القانونيه، فبالتالي يلتجون الها حتى يحلون مشاكل. طبعا انا ضد فكره ان تدخل العشائر يعني على حساب القانون. كان الطلاق جدا صعب، كان الطلاق صعب، الزواج كان سهل. هسه حاليا يعني بوقتنا الحالي صار الزواج صعب، صار الطلاق سهل. يعني متقولين تدخل العشيرة أو الأهل ويدخلهم شيء إيجابي، هذا خزين، بالعكس هذا محمود العتي، هو شنو شغلهم؟ من أعظم ما يدخلون به هو إصلاح ذات البين، يعني مو ما عندهم شغل، بالعكس هم عندهم شغل وعمل، إذا يشتغل على الأسرة وعلى البيت هذا أكبر شغل، يعني هذا أعظم عمل يسويه اليوم إذا قعدوا في جلسة سواء عشائرية أو الأهل أو حكم من أهلها أو حكم من أهله، ويفضلون هذا الموضوع ويصالحون وينتهون إلى أنه أحمي هذا البيت من وأحمي هاي الأسرة من الانهيار، فبعد هذا شيء زين. لكن هذا التدقيق على الماديات وعلى هذا انه لازم يدفع كذا، حقيقه هذا بعد صار عرف سائد، يعني الظاهر حتى بالمحاكم يمكن هذا صار عرف، يعني ليش استسهل هو الطلاق؟ لانه شيء يصير يعني قد خال عليه مثلا غائب 15 20 30 اكثر مليون، يتقصد عليه بالشهر كذا مبلغ وانتهى الموضوع. مو هو مو هذا الفكره، هو مو هذا الموضوع. الموضوع انه تنهى، يعني يمكن هذا حالتنا يمكن طلعوا اخف الخسائر لانه ما عندهم اطفال. لكن شوفي الحالات اللي عندهم اطفال، طفل وطفلين وثلاثه واكثر، وتمر بهاي الحاله حقيقه. يعني هذا الموضوع يعني يمكن انا اكثر من مره، يعني احنا جاي نعرف الاسباب لكن الا ما عندنا حلول، يعني يجب انه توجد حلول جذريه لمساله الطلاق اللي موجوده بالمجتمع العراقي اللي توصل الاف كل شهر، يعني ارقام مخيفه من تروح تسال بالمحاكم كذا الف هذا الشهر، كذا الف ذاك، يعني شلون؟ هذا شيء جدا عظيم وجدا صعب وجدا طارئ على مجتمعنا العراقي اللي كان انه افراد، يعني كل شيء حالات جدا قليله. يجب انه تكون هناك ثوره تبدا من البيت، تبدا من تربيه البنت او الشاب، انه يعرفون يعني اليوم الزوج والزوجه لا يعرف شنو مسؤولياته ولا يعرف شنو واجباته، ما يعرفون هو شنو الزواج بالضبط. اليوم كلمه ثانيه كلمه قالت له طلقني، او كلمه ثانيه كلمه قالت له بعد ما، مو هيك، لا الموضوع اكبر من هذا. بعدين المنظمات المجتمع مدى اظن هذا دورهم، الاعلام، انتم كاعلاميين هاي رسالتكم جدا عظيمه انه توعون الناس، توعون الشاب الشابه. انا حتى قلت مقترح انه بالكليه بالمرحله الاولى او الثانيه او الثالثه يكون هناك موضوع اجتماعي يخص الزواج، يخص الحقوق والواجبات اللي انه تعرفها البنت من راح تروح الزواج، شنو هو الزواج؟ شنو الارتباط بشخص اخر؟ يعني هذا فشيء جدا كبير. وايضا المؤسسه الدينيه لها دور،
حقيقة خطبائنا منابر الجمعة يجب أن هناك تكون يعني توعية للشباب اللي حاضرين، يعني لازم يعرفون إنه هاي البنت لها كرامتها ولها شخصيتها ولها قلبها اللي راح ينكسر ولها أهلها ولها مستقبلها، بالتالي لا تستسهل موضوع الطلاق بهاي السهولة. نعم تمر الحياة بمطبات، تمر بعواصف، تمر بكذا، لكن أنا مو من أول يعني من صدمة وأول عاصفة أول مشكلة خلاص يكون حلها الطلاق. أخلي الطلاق أبغض الحلول وآخر الحلول. شلون نقول آخر الحلول الكي؟ من أصل دائما إلى طريق مسدود، وبعد ما عندي حلول ألجأ للطلاق، وليس أول الحلول هو الطلاق. وصارت الإجراءات وانتهى الموضوع، قل الحمد لله أنه أنا طلعت منه ماكو أطفال ولا شيء. بس هي كانت يمكن أنا اللي أحس بها الشيء الغلط، أنه أنا كنت مخلي هدف ببالي وناسي كل شيء. يعني الإنسان لازم أول شيء أفهمه، أول شيء إنسان يحاول يحبني أشوفه وأتأكد أنه ما بقلبه وقلبه خالي، لأن هذا مستحيل. يعني واحد مع الوقت ومشكلة هواية أنا جاي أشوف يعني بالفيس هواي نشرون، ومرات واحد يحبها ومع الوقت راح همتين يحب له واحدة ثانية. يعني يا أما أرضى بهذا الأمر الواقع إذا تزوجت مرة ثانية، يا ما أشوف إنسان يحبني والله كان من انتبهت للخطأ اللي صار اللي هو هي اختارت خطأ. طبعا هو كل الزواجات الفاشلة هو سوء اختيار، يعني شو تجيبي لي مشاكل واسباب وهاي، خليها بين قوسين وخلي وراها سوء اختيار. هو سوء الاختيار كان من البدايه، انت خليتي معايير معينه هي خاطئه، هو خلى معايير معينه هي طلعت خاطئه، فبالتالي هاي الصدمه تكون انه لها تنبيه، لها تكون وعي اكثر لها، لان الزواج الثاني يكون اخطر من الزواج الاول. جدا تكون حذره مرات اخرى بالاختيار. اولا تتأنى، لا تستعجل، لا تقول انه هي طالعه من صدمه. اكو كثير يعني بعد الطلاق مباشره تفكر بالزواج لانه حتى تعوض اللي راح، هذا ايضا مو صحيح. تفكر بالمستقبل انه ممكن تكمل دراستها اذا بعدها صغيره، اذا تشوف لا مو وقت دراسه، تختار الشريك الصحيح المناسب على معايير التقاليد وعادات ودين وخلق، يلا تختار، يلا توافق. فبالتالي اليوم احنا اللي يهمنا انه اللي يطلع من هاي التجربه يكون يستفيد منها. لا تكون انه بس مرحله عدت وراحت وعادي، خلي يجي اللي يجي الثاني يطلع بعد يجوز أسوأ من هذا الاول، يمكن اذا شافت الثاني تقول شوي طلع على ذاك، يمكن لو قبله وياه يمكن احسن، مو صحيح. فبالتالي انه تستفيدي من هاي التجربه، وكل التجارب حقيقه، كل التجارب اللي تصير انه المهم انه واحد يستفاد من تجربته، مو مهم الزواج الطلاق، ترى مو شرط المراه تكون فاشله، التجربه اساسا هي فاشله. ممكن تكون المرأة صالحة بها كل مقومات الصلاح، لكن اختيارها كان خاطئ، التجربة اللي مرت بها فاشلة، فبالتالي خو ما نخلي على البنية علامة أكسد أنه هاي مطلقة خلاص بعد انتهى دورها بالحياة وخلصت فرصتها. أبدا، هي حالها حال أي بنت أخرى، لها حق ولها حرية بالاختيار، ولها أنه تجرب مرة ثانية ويكون لها شانس آخر. فبالتالي حقيقة من خلالكم أنه كل اللي يمر لا سمح الله يمر بهاي التجربة يتأنى بالمرة الثانية، يختار صح حتى بيرجع يتأدى مرة ثانية، والكسر الثاني يكون أكبر الكسر الأول. أحب أنصح يعني وأعيد أحب أنصح إنه مجتمعنا يترك فكرة إن المطلقة غريزة. فكرة إن المطلقة غريزة طبعاً فكرة كلش خاطئة. ليش؟ لأن يخلي المرأة يا أما تتحمل الحياة الزوجية الصعبة، تتحمل مثلاً قلة احترام، تتحمل يعني عبء مو قد هذا العبء، في سبيل إنه هي لا تسمى مطلقة. المطلقة ما بيها شيء، حياة زوجية عاشتها على سنة الله ورسوله احنا مثل ما نقول، ونتج عنها زواج فاشل، نتج عنها عدم توافق. مو شرط تكون هي مطلقة السبب منها، جائز يكون السبب من الزوج. ليش أنا أنظر لها نظرة خاصة انه هي عبء على مجتمع او انه هي يعني مو زينة مثل ما نقول هسه. أنا ذاك اليوم طلقت وحدة، طبعاً الصراحة يعني طلقوا هم سيد وصدقتهم بالمحكمة. تقول أنا حالياً هسه مرة من اتطلقت بديت أحس نفسي فريسة. قلت لها هاي الفكرة غلط، مو شرط أنه أنت تكونين يعني السبب الرئيسي بالطلاق، جايز يكون زوجك هو السبب. يعني هو فعلاً كان زوجها هو السبب، كان إنسان جداً مو مسؤول يعني عنهم. يعني أشوف أنه هو تزوج بس مو مسؤول عن أطفال، مو مسؤول عن زوجة، لا أبالي، عايفهم ومبتهي بالخيانات.